ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هتكلم معاكم عن برفيوم من ايفون اسمه سوريال سكاي، 75 ملي، اوضه تويلت. ثبتها هكلمكم في ثباتها، بس في حاجات قبليها. هي سوريال او ايفون منزله اصدار سوريال، في سوريال ايلاند وسوريال سكاي وسوريال يوتوبيا. التلاته نفس الشكل ونفس التصميم، بس الالوان بتختلف. في واحده لونها اورنج، وواحده ابيض، وواحده لونها اللي هي الاحمر ده او الفوشيا. البرفيوم دي اللي بيميز في المكونات اللي فيها انها فيها الفواكه الحمر. هتقولوا لي ايه الفواكه الحمر؟ هقول لكم توت، وهقول لكم الفراوله، واقول لكم الكريز. لو حاجه تانية حمرة تمام، مفيش مشكله. بالنسبه بقى الميكس اللي معاها، او دي المقدمه. طب بالنسبه للقاعده اللي هي المفروض بتثبت اخر حاجه وبتفضلي تشميها مده طويله، القاعده بقى بتاعتها خشب. تقولي لي نوع الخشب، اقول لكم معرفش. هي خشب، مش مصرح، مش مكتوب يعني في التصنيف بتاعه انه خشب ايه، بس ريحه الخشب، هو خشب معتق، خشب فيه حرق كده، تحسه خشب محروق بس حرق خفيف كده. ريحتها مش وحشه، ريحتها حلوه زي ما قلت. الاخشاب مع الفراوله والتوت والكريز مديه ميكس قوي، ومديه ميكس ولا طايل صيف ولا طايل شتاء. انت تحطيه في الصيف تمام، تحطيه في الشتاء تمام، يعني ما يعني البرفيوم اللي تنفع في كل الفصول في كل الاوقات. بالنهار حلوه جدا، كمان بالليل عادي. دي اكتر برفيوم هقول لكم اللي هي تنفع بالنهار وتنفع بالليل، تنفع في الصيف وتنفع في الشتاء. يعني دلوقتي احنا في الشتاء وبستخدمها، وكنت مطلعاها في الصيف، بس في الصيف اعتقد اللي بالنهار مش قوي، هي بالليل. وكمان لو رشيتيها بتظبط جدا في اللبس، يعني بتظبط جدا اكتر من الجسم كمان. اول ما ابتديت اطلع ورش منها ما كانتش بتظبط، بس بعد كذا شهر، بس شهر اتنين، ابتدت تظبط على الجسم وعلى اللبس. ريحتها بتبقى ظاهرة، او يعني لو انتي رشاها وخرجتي هتبقى غلط جدا، لانك انتي بتبقي ملحوظة قوي انك حاطة برفيوم. فلو كده ممكن ترشي على لبس قبل ما تخرجي بيوم مثلا او حاجة، ده لو انتي عايزة لبسك يبقى ريحته حلوة وكده. بس ما ترشيش على لبس خارجي، ممكن ترشي من يعني لبس من جوه، يعني لبس الحتة اللي انتي هتخرجي بيه ترشي عليه من جوه، ما ترشي عليه من بره، لانه حرام وكده. يعني انت كمان حطي البرفيوم في البيت، وكمان ينفع جدا للعرايس. انا بحب البرفيوم فبحطه في البيت عادي، يعني مش لازم اخرج بيه، انا ممكن احطه في البيت ويبقى ريحته ثابته، واغير والبس فتبقى ريحته انا اللي شمها، او حد بيسلم عليا قوي مثلا هو اللي يشمها، مش حد بعيد او قاعد جنبي مثلا هو اللي يشمها. لا، البرفيوم بقى مشكلتها في حاجه. البرفيوم بصوا الباكج بتاعتها او البخاخ بتاعها، اتشالت الغطا اهو كده، ده متشال. بصوا اول مره تطلع العلبه بتاعتها واستخدمها كانت متشال، بس مكان البخاخ كان باين، يعني كانت الجزء ده متشال بس البخاخ كان باين. الفكره بقى مش في كده، الفكره مع الاستخدام كل رش، كل ما تحطيها وتنزليها هتطلع. انا دلوقتي مش عارفه ادخلها، فهي دي اول حاجه بصراحه منرفزاني. يعني ابقى جايبه برفيوم غاليه، وانا كنت جايباها اصلا من مكان غالي، يعني هو بيبيعها غاليه، هي ممكن في شركة ايفون بتتباع ب175، ب200، انا كنت جايباها ب250. بالنسبة لي الباكج اصلا من اول ما طلعتها، والغطا بلاستيك وخامته مش حلوة عادي جدا. هي الازازة شكلها شيك، بس الغطا مش عاجبني، وكنت بحط الغطا كده ما كانش بيقفل قوي. بصوا بضغط عليه مفيش، فلا ما كانتش حلوة بالنسبة لي خالص كباكج، كنت معترضة عليها غير الحاجات اللي انا جبتها من ايفون وكانت حلوة. بصوا الباكج اهو ما بيثبتش حرفيا، انا بضغط عليه ما بيثبتش بصراحة، نرفزتني من كده. تاني حاجة، بعد ما الباكج ما شلته، انا يعني جيت ارجعها تاني في العلبة لقيت الغطاء اصلا بيتشال، فقلت اطلعها بقى واستخدمها، لاني كنت ناوية ان انا اعتقها واسيبها تتعتق. لما لقيتها بالشكل ده، لما فتحتها وشيكت عليها لقيت الغطاء اصلا ما بيثبتش على العلبة نفسها، قلت خلاص هستخدمها. استخدمتها مرة، بعد ما استخدمتها لقيت الجزء ده بيتزحلق من على الغطاء، من على البخاخ نفسه بيتزحلق وبيطلع كده. كل مرة بستخدمه الاقيه بيطلع اروح منزليه، كل مرة الاقيه بيطلع اروح منزليه. بعد كده لقيته خلاص هو اتشال لوحده كده، مش راضي يدخل. بصوا مش راضي، انا مش عارفة اعمل ايه. بصوا بصراحه مش عارفه اتك عليها. عارفه لما بتبقي اصلا مقفوله من برفيوم ولقيتي فيه مشكلات كتيره بتبقي خايفه. بصوا انا حطيته صعب ان هو يتشال، فخايفه ان انا احطها، يعني انا خايفه ان انا احطها واضغط عليها تبوظ الجزء ده ويبقى البرفيوم كله راح، فهستخدمها كده بقى وخلاص.
بس استخدمها كده بقى وخلاص لغايه لما نشوف حكايتها ايه. بصراحه يا ايفون انت الباكج بتاعتك بتاعت سوريال مش عاجباني، وكمان انا جايبه سوريال ايلاند وجايبه كمان سوريال سكاي، فلو هما كمان بنفس الشكل ده يبقى بصراحه مش حلو. هي الغطا بتاع سوريال ايلاند وسوريال سكاي ماسك كويس، انما لو هما الباكج من جوه او الازازه نفسها البخاخ نفسه بالمنظر ده يبقى كده بصراحه مش حلو خالص. وانا جايبه اصلا البرفيوم مقفوله والبرفيوم من مكان مضمون والبرفيوم يعني متغلفه كويس، وجايباها زي ما قلت من مكان مضمون جدا جدا، فاللي هو يعني انا جايبه منه برفيوم كتير من ايفون. اول مره تقابلني المشكله دي.